ومشاهدينا، في محاولة من سول لمراقبة الجارة الشمالية كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق ثالث قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لتعزيز قدرتها على التجسس العسكري على بيونغ يانغ. هذه المهمة ستتم عبر صاروخ من شركة سبيس اكس الأمريكية. من المقرر أن ينطلق الأسبوع الثالث أو الرابع من ديسمبر. عملية الإطلاق هذه هي جزء من خطة سيول لتأمين 5 أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025 لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل. وبعد إطلاق جميع أقمار التجسس 5 وتحديد مدى قدرتها على تنفيذ العمليات بدقة، من المتوقع أن تتمكن سول من مراقبة أي هدف في كوريا الشمالية كل 2 ساعة تقريبا. أيضا تخطط سول لإطلاق أقمار اصطناعية صغيرة بين عامي 2026 و28 تزن أقل من 500 كيلوغرام. أما الأقمار الصناعية الأصغر حجما وتزن أقل من 100 كيلوغرام سترسل بين عامي 2028 و2030.